السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم صفه ديال عفوا رفيسه ديال الحرشه ببيبي البلدي. نمشيو دابا للمقادير. بالنسبه للمقادير غنمشي غنحتاج انا هنا كيلو ونص ديال السميده مع كاس ديال الزيت والملح، وبطبيعه الحال غنخلطها بالماء دافي. بالنسبه للمرق غنحتاج انا هنا اختاريت بيبي البلدي، زيت المائدة، البزار، خرقوم، ملح، سكينجبير، زعفران، معلقة كبيرة ديال السمن، الحلبة، خنجلان، بصلة مشلضة، وحساب رابعة ديال العدس. غنمشيو دابا لطريقة التحضير. دابا من بعد ما درت الملح غنضيف كاس تاع الزيت، نبسبس بيه السميدة، بعد ما بسبستها غنعجنها بالماء دافي. كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما عجناها ما تجيش عاقده شويه بحال هكا، كندهنوا اللاطه بطبيعه الحال بالزيت ونرشوها بالسميده. غنشوفو حيت غنبغيو نقرصوها رقيقة، تجي رقيقة من بعد هنعاود نرشها بالسميدة من الفوق وندخلها للفرن حتى تحمرات من جميع الجوانب ونخرجها. دابا كيف ما كتشاهدوا معايا انا هنا درت البصلة غير على حساب باش نصب، غندير زيت المائدة حساب نص كاس تقريبا، غندير 3 معالق ديال الخرقوم طبيعة الحال البلدي،
جوج معالق بزار، جوج معالق سكينجبير، ندير الخنجلان كما كتشاهدوا هنا القياس ديال الخنجلان، ملح بطبيعة الحال على حساب قياس كل واحد، انا هنا غندير جوج معالق سلبا بعدي الى خصتني غنزيدها. السمن درت معلقه كبيره، غندير زعفران، كيف ما كتشاهدوا معايا دابا غنمشي ندوز نقليها، من بعد ما تقلى غنرويها بالماء المدافي او الماء سخون، عفوا بالماء سخون، ومن بعد نزيد الحلبه والعدس والبصله. انا هنا تقريبا غندير فيها حساب كيلو ديال البصله كما كتشاهدوا معايا. من بعد ما طابت الحرشه ديالنا دكدكتها وفورتها لمده ساعه تقريبا، دابا غنجيب البلول بعد ما وجد، نلوح الحرشة فيه كما كتشاهدوا معايا. دابا غنردها فوق البوطة ونخليها تبقى حتى تطبخ وتشرب مزيان، عاد نسكيها. كيف ما كتشاهدوا هي هنا بدات تشرب، هنستمر على نفس العملية حتى نخليها عاقدة. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما عقدت شفت انا هنا الشاج ديالي، عفوا بيبي، كيف ما كتشاهدوا معايا. نسيت ما قلت لكم انني البلول صفيتو وعزلت العدس بوحدو حتى خلطتها، عاد باش كيف ما كتشاهدوا معايا انا هنا درت البصله خضراء. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.